بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. مش عارفة الصوت واضح دلوقتي ولا إيه يا ولاد؟ ابعتولنا أرجوكوا لو الصوت مش واضح. كنا قلنا إن في عندي خمس كنا قلنا ان في عندي اربع انواع من الصيام. في صيام المفروض، والصيام المسنون، والصيام المكروه، والصيام المحرم. كنا بنبتدي نتكلم في الصيام المفروض، وعرفنا يعني ايه فرض، يعني ايه زي قلنا زي صيام رمضان. ده من الصيام المفروض، سواء اداء هصومه في شهر رمضان او هصومه بعديها. في عندي كمان صيام الندر، ان لو حد ندر صيام يعني ندر عليا، لو حصل كذا هصوم اثنين وخميس، هصوم شهر بحال، وهصوم اي ندر. ده لو ندرتي لازم تصومي، ده زي حكمه زي صيام رمضان بالظبط، وقضاء رمضان بالظبط. فارجوكوا، عشان كده احنا كان الشيوخ زمان كانوا بيعودونا، قالوا لنا ما تتعودوش انك انت تصوم، ان اسفه ما تعودش انك انت تندر، ما تتعودوش تندروا خالص. يعني لو حصل وانت بقى منفعله ولا حاجه، نادر عليه اللي ربنا هيقدرني عليها اعمله، ما تعهديش ربنا على حاجه او ما تندريش حاجه، لانك طالما انك انت ندرتي حاجه دي هتبقى في رقبتك. يمكن من ضمن الحاجات اللي كنت دايما بقولها، واحده مره بتسال احد الشيوخ، بتقول ابني كان عمل حادثه وكان تعبان قوي، فنادرت ان هو لو ربنا اكرمه هذبح عجل. فالولد قام بسلامه، وبعدين هي قالت بعتت للشيخ تقول له انا ما عنديش فلوس اذبح عجل. عارفين الشيخ ممكن اذبح حاجه اصغر من عجل. الشيخ رد عليها قال لها ايه؟ قال لها روحي بيعي عفش البيت ووفي الندر بتاعك، عشان تبين لك قد ايه اهميه الندر وخطوره الندر. فاوعى تندر وتربط نفسك بحاجه وتعاد ربنا على حاجه. اللي قول اللي يقدرني عليه ربنا هعمله. من الصيام المفروض كمان عندي صيام الكفارات. كفارات يعني ايه؟ واحد حلف يمين او حنث يمينه، اقسم بالله ما انا مكلمه، وبعد كده اضطريت اكلمه، اقسم بالله ما انا رايح له بيته، وبعد كده قالوا له الناس توسطوا وانت رايح له بيته. طيب اصل انا حلفت يا جماعه. ايوه بدل حلفت خلاص يبقى اصوم ثلاث ايام. لا، كفاره الصيام واحنا هناخدها ان شاء الله، كفاره الحنث في اليمين مش صيام ثلاث ايام. كفاره الحنث في اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. الكفاره دي على الترتيب، يعني ما ينفعش تصومي وانت قادره تطعم 10 مساكين او قادر تحرير رقبه. طبعا دلوقتي ما فيش تحرير رقبه وما فيش اطعام مساكين، فهو يا اما اطعام مساكين يا اما ايه، يا اما الصيام. وهناخد الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي ناخد كفاره اليمين. من ضمن الكفارات كمان اللي فرض عليا، لو الواحد حنث في يمينه وفرض ومش قادر يطعم 10 مساكين، يبقى هيصوم 3 ايام، 3 ايام دول فرض عليه. كمان في كفارات بتاعه الحج. لو واحد بيحج متمتع او قارن زي ما هنشوف، ده بيبقى عليه هدي. هدي يعني ايه؟ يعني اراقه دم. طيب افرض واحد حج متمتع او قارن ومعهوش فلوس الهدي، يبقى عليه صيام 10 ايام، 3 هناك و7 لما يرجع. الصيام 10 ايام دول كفاره لمن لم يجد هدي. الكفاره دي ده فرض عليه، زي وزي صيام رمضان بالظبط. يعني في كمان كفاره ايه؟ الظهار. كفارة الظهار كان زمان في الجاهلية، كان الرجل لما يحب يعاقب مراته بيقول لها أنت علي كظهر أمي، يريد بذلك أن هو مش هيجامعها ومش هيطلقها، بيسيبها كده معلقة. فالإسلام لما جه لغى حتة كفارة، لغى الظهار دي. فعشان يلغيها، قال أي حد هيقول لمراته أنت علي كظهر أمي يبقى عليه يا إما تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين. الصيام الشهرين متتابعين دول إيه؟ فرض عليك، فرض كفارة اسمها كفارة الظهار. طيب صيام الشهرين متتابعين، واحد قتل حد خطأ، يبقى لو مش قادر يحرر رقبة يبقى عليه صيام شهرين متتابعين. طب التتابع ده يا دكتورة سوزان، طب لازم ورا بعض؟ أيوة لازم يبقى ورا بعض، إلا لو كان في عذر. يعني واحدة مثلا عليها كفارة ظهار، أسفة، واحدة عليها كفارة
خبطت حد بعربية بتاع مات أو كده أو حصل في حاجة وعليها صيام شهرين متتابعين، يبقى طبعا طبعا مفيش واحدة تقدر تصوم شهرين متتابعين. ممكن لو انقطع التتابع بالحيض بالحيض يجوز ايه تكمل، لكن لو قطع التتابع واحد صام او واحده صامت شهر او شهر ونص وبعد كده تعبت، او واحد يقول لك لا كفايه كده، او هسافر خميس وجمعه مع اصحابي، طب هفطر اليومين اللي هروح معاهم دول وبعد كده ارجع، ما ينفعش. ولو قطع التتابع بدون عذر يبقى عليه إيه؟ يعيد ايه من اول وجديد. ده صيام الكفارات. يبقى كده خلاص عرفنا الصيام المفروض ايه. في عندي صيام المسنون، المسنون لو صمت خير وبركه، لو ما صمتش مش هيجرى حاجه، كلنا عارفينه بقى. زي صيام داوود انا اصوم يوم وافطر يوم، زي صيام 3 ايام الايام البيض. وعلى فكره صيام الايام البيض مش هم ستة من شوال، يقول لك انا بصوم رمضان وبعد كده بصوم الستة البيض، لا ما فيش حاجة اسمها الستة البيض، اصوم ستة من شوال. الايام البيض هي هو ايام 13 و14 و15 من كل شهر عربي، وبيسموها الايام البيض ليه؟ لاستضاءة السماء واستنارتها ايه بالبدر الكامل، فدي بيسموها الايام البيض. طبعا يسن صيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي، صيام يوم عرفه لغير الحاج، لسته طويله عندنا من صيام المسنون انا ايه كاتبه لكم. طيب دكتورة سوزان، هل يجوز الواحد ينفع يصوم بنيتين؟ بنيتين يعني ممكن اصوم 13 و14 و15 وجي في يوم خميس مثلا، ممكن اصوم بنية 13 وبنية يوم الخميس يا دكتورة سوزان؟ صيام بنيتين ده في اختلاف، في بعض المذاهب قالت اه وفي بعض المذاهب قالت ايه، قالت لا ما ينفعش. ممكن اصوم نفلين مع بعض برضو فيها اختلاف، في ناس ممكن اصوم فرض ونفل برضو دي ايه فيها اختلاف. يعني اللي بتصوم بنيتين صح، اللي تصوم زي بنشوف اكتر حاجه بنشوفها بعد صيام ستة من شوال، عاوز اصوم ستة من شوال يا دكتوره سوزان، بنيه صيام ستة من شوال وبنيه قضاء الايام اللي افطرتها في رمضان، ممكن اصوم بنيتين؟ في بعض المذاهب قالت اه ينفع وفي بعض المذاهب قالت ايه ما ينفعش. فايه اللي لو سمعتي رأي ده والرأي ده ايه الاثنين ايه صح. في بعد كده عندي الصيام المكروه. ايه الصيام المكروه ده؟ الصيام المكروه ان انا لو ما صمتوش مش هيجرى حاجه، لكن لو صمته الصيام المكروه لو ما صمتش لو صمت لو صمته مش هيجرى حاجه، لكن لو سبته يبقى احسن. ما لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه. زي ايه بقى؟ حاجه مشهوره جدا جدا عندنا كتير قوي، ساعات مثلا يجي 13 14 15 او يوم عاشوره او يوم الوقفه، يجي مثلا ايه يجي يوم جمعه او يوم حد، يقول لك حرام حرام تصومي يوم الجمعه لوحده، حرام تصومي يوم الجمعه، حرام تصومي يوم السبت، حرام تصومي يوم الحد. لا هو مش حرام، احنا بنقول مكروه. مكروه. وايه اللي مكروه؟ افراد الجمعه او السبت او الحد بالصيام، ان انا اصوم لوحده، اصوم الجمعه لوحده. افرضي صيام عاشوره ده طلع يوم جمعه، يقول لك ايه يعني يفضل انك تصومي ايه، يا اما تصومي خميس وجمعه يا جمعه وسبت، ما تصوميش جمعه بس، ما تصوميش جمعه بس. طيب افرضي جه عاشوره جت يوم الحد، قال لك ما تصوميش يوم الحد لوحده، يا اما تصومي سبت وحد يا اما تصومي حد واثنين. طب دكتوره سوزان انا مش هقدر اصوم غير يوم واحد بس يا دكتوره سوزان، خلاص يبقى ممكن تصومي، عاوزه تصومي صومي مش هجرى حاجه، لانه مش ايه مش حرام، وبقول ايه مكروه، مكروه مش حرام. والمكروه مش مكروه انك تصومي يوم الجمعه، مكروه تصوميه لوحده، تصوميه افراده، افراده يعني تصوميه لوحده. زي صيام النصف الثاني من شعبان، وانواع كتير من الصيام المكروه ايه انا كاتبها لكم برده ايه فروع عشان ما نضيعش وقت. في عندي كمان بس اللي عاوز اقول لكم الفرق، في فرق بين صيام الظهر وصيام الوصال. صيام الظهر يعني ايه؟ من المكروه صيام الظهر. صيام الظهر يعني ايه؟ يعني على طول الواحد يفضل في حاله صيام على طول، يعني ايه؟ يعني بيجي كل يوم يجي على المغرب يفطر وتاني يوم يصوم، تاني يوم على طول صايم ظهره كله، صايم على طول طول ايام الصيام. ده مكروه هذا النوع من، مش حرام، قول مكروه هذا النوع من الصيام. ده صيام الظهر. في صيام الوصال بقى، صيام الوصال ان انا اصوم وما افطرش، يعني يجي المغرب عليا ما افطرش. اكمل اليوم اللي بعديه، اوصل اليوم اللي بعديه. توصل قد ايه بقى؟ يومين ثلاثه، كل واحد حسب ايه؟ حسب استعداده وحسب صحته. مكروه ده برضو صيام الوصال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الوصال، نهي مكروه صيام الوصال. عرفنا الفرق بين صيام الوصال وصيام ايه الظهر، والاثنين ايه مكروهين. في بعد كده النوع الاخير اللي هو الصيام المحرم. الصيام المحرم اللي هو ايه؟ اللي لو صمت هتعاقب، لو صمت هتعاقب.
الحرام هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ليه الخمرة حرام؟ عشان لو شربت خمرة هتعاقب، ولو سبتها هاخد ثواب. ايه الايام اللي يحرم الصيام فيها؟ يحرم يعني لو سبتها هتعاقب. زي ايه مثلا؟ زي عندي يومي العيدين، احنا كمسلمين عندنا العيد الصغير كام يوم؟ سمع ناس تقول 3 ايام، والعيد الكبير 4 ايام. لا، احنا كمسلمين عندنا العيد الفطر وعيد الاضحى. العيد الصغير يوم واحد بس، والعيد الكبير يوم واحد بس، خلاص. العيد الصغير الحكومة بقى ربنا يكرمهم يا رب بيدونا اجازات كتير، 3 ايام في العيد الصغير ومش عارف 4 ايام في العيد الكبير. ليه بقى؟ عشان عاوز يسافر لاهله ويروح ويجي. يبقى العيد عندنا هو ايه؟ يوم ايه؟ الفطر. يوم ايه؟ اسفه، يوم الفطر اللي هو العيد الصغير، ويوم ايه؟ ويوم النحر اللي هو ايه؟ العيد الكبير او ايه؟ او عيد الاضحيه. ده يوم واحد، يوم واحد. العيد الكبير بقى الـ3 ايام اللي بعد يوم العيد، يوم النحر ده هيبقى يوم 10. الـ3 ايام اللي بعد يوم 10 دول ذو الحجه، اللي هم 11 و12 و13، اللي هم بنسميهم ايام منى، بنسميهم ايام التشريق. الايام التشريق او ايام منى، ودول هنتكلم فيهم بالتفصيل ان شاء الله لما ناخد في الحج. يبقى في عندي، يبقى عرفت الفرق بين ايام العيدين وايه، وايام ايه؟ التشريق. يحرم الصيام يومي العيدين، يحرم الصيام ايام التشريق لغير الحاج، لغير الحاج. يحرم صيام الحائض والنفساء. يعني للاسف بنشوف بنات كتير وستات كتير بتبقى عندها الحيض وتيجي تقول لك لا الحيض اصل ده هو نقطه او نقطتين بس بينزلوا، مش معقول اضيع رمضان، انا فطرت 3 ايام ومش معقول اضيع اليومين دول بقى، فانا هصوم في رمضان وهبقى ايه؟ اعوضهم بعد كده، مش هبقى اقضيهم بعد كده. مش مساله تقضيهم، انت كده بتاثمي بصيامهم. والمشكله الاكبر، واحنا هنبقى ناخد درس على كده، المشكله الاكبر ان شفنا كتير قوي من السيدات وكتير قوي من بنات ما بيعرفوش يحددوا امتى الحيض بتاعهم بيبتدي وامتى بينتهي. صيام الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، يحرم عليهم الصيام. طيب كده بقى خلصنا 4 انواع من الصيام. هناخد نموذج من صيام الفرد اللي هو صيام رمضان، ونتكلم فيه بتفصيل شويه. انا كاتب لك شويه معلومات لطيفه عنه، ليه سميناه رمضان. رمضان، صيام رمضان اتفرض امتى؟ صيام رمضان من الاركان الخمسه، ودي فرصه بتراجع مع اولادك الاركان الخمسه. ايه هم الاركان الخمسه؟ تراجعيهم معاهم. وانا كنت قبل كده كتبت لكم في الصيام في فرض الصلاه ان تراجعي معاهم برضو مده بعثه النبي عليه الصلاه والسلام، كانت 23 سنه، 13 سنه في مكه و10 سنين في المدينه. في ال 13 سنه في مكه ايه اللي اتفرض من الاركان الخمسه؟ قلنا شهاده لا اله الا الله، والصلاه اتفرضت ليله الاسراء والمعراج. بعد الهجره اتفرض الثلاث حاجات الباقيين، اتفرض الصيام والزكاه في العام الثاني من الهجره، واتفرض الحج في العام التاسع او في العام العاشر. كل رمضان وكل ما تيجي حاجه تراجعي، كل ما يجي بتتكلمي معاهم على الزكاه على الصلاه، راجعي معاهم، راجعي معاهم مده بعثته قد ايه، وايه اللي اتفرض قبل الهجره وايه اللي اتفرض بعد الهجره، لغايه ما الولاد ايه تحفظ هذا الكلام. الصيام اتفرض في العام الثاني من الهجره مع الزكاه في العام الثاني برضو، قلنا هو من الاركان الخمسه، وسبب تسميته ليه سموه رمضان من شده الرمضاء يعني الحر. دليله يعني ايه؟ يعني احنا بنصوم رمضان ليه؟ دليلنا ايه؟ جه في القران، نجيب لك الايات اللي بتقول، وجيب لك وبالسنه، جيب لك الاحاديث اللي بتقول، وبايه؟ بالاجماع الامه ان صيام رمضان ده ايه؟ فرض من ركن من اركان الاسلام. ازاي بنعرف ان شهر رمضان دخل؟ شهر رمضان بنعرف ان شهر رمضان دخل بحاجه من 3. كلنا طبعا حافظين الحديث، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم هلال رمضان ايه، فاكملوا عده شعبان ايه 30 يوما. يبقى بعرف صيام رمضان، بعرفه ازاي؟ بحاجه من 3، يا اما ان انا اشوف الهلال، مش قادر اشوف الهلال يبقى بكمل شعبان 30 يوم، او بحاجه اسمها الحاجه الجديده اللي عاوزين نتكلم نعرفها اللي هي بالحسابات الفلكيه. طبعا في كلام كتير جدا جدا في عمليه ان انا اشوف الهلال، حاجات فلكيه مش سهله. في ناس لغايه دلوقتي، في ناس بتصمم انها تشوف الهلال، بعض المذاهب عندهم لازم تشوف الهلال بالعين المجرده، بعض يعني ما ينفعش تشوفيه بتلسكوب مثلا. في بعض المذاهب تقول لك لا ممكن تشوفيه بالعين ايه، بالتلسكوب او كده. في بعض البلاد دلوقتي
في بعض البلاد ما بتعتمدش دلوقتي، ان صعب قوي عشان التلوث وصعب انها تشوف الهلال، فبتحسب بالحسابات الفلكيه. خد بالك انا معلومات لطيفه جدا برضو عن رؤيه الهلال، ان يكفي واحد بس ان يشوفه عشان المسلمين في كل الكره الارضيه يصوموه، يشوف الهلال في بلد واحده عشان المسلمين في كل بلاد العالم يصوموا. بس طبعا ده بيبقى صعب قوي دلوقتي مع افتراق الامه الاسلاميه، فالعلماء اباحوا لكل بلد انها ايه تصوم ايه حسب رؤيتها للهلال وحسب الحسابات الفلكيه. اللي انا طالباه منكم دلوقتي، وطبعا كان كان بيقال ان هم في بعض البلاد، ان اول واحد بيشوف الهلال بيشوف هلال رمضان بياخد سره الذهب، بياخد سره من الذهب. هو اول واحد بيشوف الهلال بياخد سره من الذهب. طبعا لو هو شاف الهلال وما طلعش هو الهلال، طبعا ده رقبته بتطير طبعا يعني. احنا عندنا، احنا يهمنا احنا في مصر هنا بنعمل ايه. في بعض البلاد ماشيه بالحسابات الفلكيه فقط، ما بتشوفش الهلال خالص. في بعض البلاد بتصمم انها تشوف الهلال، وفي بعض البلاد ماشيه بالحسابات الفلكيه وايه ورؤيه ايه الهلال. احنا في مصر هنا ماشيين بالايه بالحسابات الفلكيه ورؤيه الهلال، ورؤيه الهلال او اتمام شعبان 30 يوم. اللي عاوزاكم تتكلموا فيه مع اولادكم، ان يعني يوم 29 شعبان او 28 حتى شعبان بتبتدي تطلع اللجان، تطلع لجان في توشكا وفي حلايب وشلاتين وفي المقطم وفي حلوان، في مراصد بتطلع لجان، بتطلع كل لجنة بتحاول تشوف ايه الهلال في مناطق مختلفة من البلاد عشان يشوفوا الهلال. بعد ما يعني بناء على القرار بتاع اللجان دي اللي طلعت كلها عشان تستطلع الهلال، بيبعتوا لدار الافتاء، ويجي مفتي الجمهوريه بيلقي بيان يقول فيه احنا هنصوم بكره ولا بكره هيتمم شعبان 30 يوم. بناء عليه هو اللي المفتي بيقول احنا هنصوم يعني امتى، رمضان بكره، بكره صيام ولا مش بكره. اللي انا عاوزاكم تربطوا ولادكم بيه، احنا عاوزين البيان بتاع فضيله المفتي ده، ولازم عارفين مين هو فضيله المفتي، يعني عارفين اسمه ايه. ولما نقول فضيله المفتي ارجوكم الدكتور شوقي علام، او تقولوا الشيخ فلان فضيله المفتي، احتراما عشان نعلم الاولاد احترام علمائنا. ونقعد ونشوف، يلا عاوزين نسمع بقى. طبعا بيبقى في مقدمه طويله شويه وكده، بس هو المفتي بيطلع بيقول هو بكره رمضان او بكره هنكمل شعبان 30 يوم، حسب بقى شفنا الهلال او ما شفناش الهلال وحسب الحسابات الفلكيه. احنا كل سنه، وده بيتكتب في الجريده اليوميه كل سنة، استطلاع يعني استطلاع هلال رمضان، ثبت بكرة رمضان بناء على الحسابات الفلكية أو بناء شافوا الهلال، أو هم بيقولوا لك احنا شفناه ازاي. هو ده اللي احنا عاوزين نربط نفسنا، يعني نربط ولادنا بالعلماء بتوعنا ويبقى عندنا ثقة فيهم. لا احنا هنصوم النهاردة، يعني اشوف فوجئت بعض الناس تيجي تقول، هي يعني هي عارفة تقول لك احنا هنصوم بكرة، لا السعودية شافوا الهلال، احنا مالنا ومال السعودية، في الامارات شافوه، احنا مالنا ومال الامارات، احنا لينا المفتي بتاعنا هنا خلاص. فده ثبوت رمضان، ثبوت هلال رمضان، ثبوت دخول رمضان، بعرفه ايه ازاي. بعد كده عندي شروط الصيام زي شروط الصلاة. شروط الصلاة قلنا في شروط وجوب، يعني الصيام بيجب على مين، قلنا كل مسلم بالغ عاقل، مش قلنا الحدوتة دي كلها. نفس الحكاية، الإسلام، البلوغ، العقل، الإقامة. الإقامة يعني ايه؟ يعني الصيام لا يجب على المسافر. في بعض المذاهب كده بيقول لك اي سفر طالما ان هو مسافر يبقى لا يجب عليه الصيام، يبقى بالعكس ده يسن له انه يفطر، ويجب وفي بعض المذاهب يجب عليه انه يفطر، في بعض المذاهب بتقول كده. وعشان كده يعني الصيام بيجب على مين؟ على كل واحد، لازم الواحد يبقى مقيم في بلده، يا اما خلاف كده يبقى الصيام لا يجب عليه. وطبعا دي فيه اختلاف مذاهب كتير قوي، خصوصا بعد ما السفر بقى جميل جدا ومريح قوي دلوقتي. الإطاقة، يكون واحد قادر يصوم، قادر يصوم. واحد مش قادر يصوم يبقى الصيام لا يجب عليه. يبقى الإسلام، البلوغ، العقل، الإقامة، الإطاقة. شروط صحة الصيام، شروط صحة الصيام بسرعة كده، قلنا أول حاجة فيها النية، مش كده؟ النية بتاعت صيام الفرض بتختلف عن النية بتاعت صيام النية بتاعت صيام الفرض بتختلف على النية بتاعت صيام السنة. النية في صيام الفرض زي صيام رمضان يشترط فيها حاجتين،
يشترط فيها التبييت، انك تبيت من بالليل، انك تنوي من بالليل، تنوي من بالليل، انا هصوم بكره، انك تنوي من بالليل قبل الفجر، يعني تنوي انك انت هتصوم بكره. صيام ايه بقى؟ رمضان، قضاء، نذر، كفاره. لازم في صيام الفرض انك تنوي من بالليل التبييت. الحاجه الثانيه التعيين، انك تعين انت هتصوم ايه؟ هتصوم نذر ولا كفاره ولا قضاء رمضان؟ لازم تعين، تحدد انت هتصوم ايه. عمليه النيه دي، ان انا لازم ابيت النيه دي، كان طلع في من كام سنه كده واحد، الناس كانت طلعت تقول لك احنا كلنا لما بنشوف الهلال يقول لك بكره الهلال، بكره هلال رمضان، ورمضان هيبتدي بكره، احنا كلنا بنقول ان وقت صيام رمضان، شهر رمضان، ايمانا واحتسابا، يا رب ساعدنا على الصيام وقوينا واقبلنا، خلاص يعني ممكن بنيه واحده نصوم الشهر كله، صح؟ طلع ناس كده من كام سنه كانت تقول لا لازم تنوي كل يوم. ده في بعض المذاهب كده، بعض المذاهب كده عندها ان هي ان الواحد ينوي كل يوم صيام اليوم اللي بعده. طبعا الموضوع ممكن يبقى شاق جدا على بعض الناس، على بعض الناس الواحد ممكن ينسى. يعني انا لو انا هاخد بالراي ان انا هنوي صيام، هنوي كل يوم صيام اليوم اللي بعده، يا دكتور طب لو حصل ونسيتي؟ لو حصل ونسيتي يبقى اليوم ده ما ينفعش، لازم تعيديه. صعب، صعب جدا جدا يعني. ففي عندنا راي بيقول يجوز صيام الشهر كله ايه بايه بنيه واحده، وهو ده اللي احنا ماشيين بيه كلنا. حتى انا كنت بقول للبنات اللي في بنات عاوزه تاخد بالراي انها كل يوم هتنوي الصيام، هتنوي الصيام، فبقول انك انت عشان تبقى مغطيه نفسك انوي اول الشهر صيام الشهر كله، كويس؟ لو حصل جه في يوم من الايام، في يوم من الايام رمضان نسيتي تنوي، نسيتي تنوي، انت مغطيه نفسك بالراي بتاع الملكيه اللي بيقولوا يجوز صيام الشهر كله بنيه واحده. والناس اللي بتحب تنوي كل يوم عشان ما تنساش، كانوا بيعلمونا كده، وانت بتفطري انوي انك هتصومي بكره، اللي واخدين بهذا الراي، خلاص؟ يبقى خلاص، يبقى عرفنا النية واشترط فيها التبييت واشترط فيها التعيين. الحاجة الثانية في شروط صحة الصيام، الإمساك عن وصول عين، ما تخافوش، الإمساك عن وصول عين إلى ما يسمى جوف عن طريق منفذ مفتوح. الإمساك عن وصول عين، عين يعني إيه؟ يعني حاجة، ما دخلش حاجة لجوفي من منفذ مفتوح. يعني إيه الحاجة دي؟ ويعني ايه الجوف؟ ويعني ايه المنفذ المفتوح؟ الامساك عن وصول عين، العين دي اي ما دخلش اي حاجه جوفي، اي حاجه ايه؟ الحاجه دي سواء تؤكل او لا تؤكل، تؤكل زي الاكل والشرب او لا تؤكل. لا تؤكل زي ايه دكتوره سوزان؟ واحد بلع قرش، واحد بلع فتله، دي عين دخلت جوفي من منفذ مفتوح، كده تفسد الصيام. والعين لا تؤكل، زي ايه كمان؟ عين لا تؤكل تفسد الصيام. عشان كده اللي بيشربوا سجاير الدخان بيفسد الصيام، ما ينفعش وانت صايم تشرب سجاير، لان في ناس طالعه بقى دلوقتي بتقول لا الواحد وهو صايم ممكن يشرب سجاير، ان ده مش اكل وشرب. لا، الصيام مش عن اكل وشرب بس، الصيام عن اي حاجه تخش جوفك، اي حاجه تخش. وانا شفت برضو بعض الناس تقول لك السجاير ما تفطرش، وواحد تاني، حد واحد تاني قال ايه ما ينفعش ده السجاير وفنجان القهوه كمان ما يفطرش، طالما انه مش اكل وشرب يعني، انت متعود عليهم ده ما يفطرش. شوف الناس بتعمل كده يعني. وطبعا يعني ده احنا لا نلومهم، نلوم طبعا الامهات والابهات، ومفيش ده جيل كان طالع كده ما كانش فيه اي نوع من التربيه الدينيه في البيوت، فاحنا بنتكلم على ده ليه السجاير بتفطر؟ عشان دي عين بتخش جوفي من منفذ مفتوح. الجوف مش المعده بس، الجوف يعني جهاز التنفسي، جهاز الهضمي، كل اي حاجه بتخش الجوف عندي ده من منفذ مفتوح يفطر. يبقى امساك عن، والعين دي سواء تؤكل او لا تؤكل، خلاص قلنا ايه بتفطر. في عين بقى معناها عين وهتخش جوفي يا دكتوره سوزان، لكن من ايه ودخلت جوفي يا دكتوره سوزان بس ما تفطرش، ايه بقى؟ العين اللي يصعب التحرز منها، الحاجه اللي يصعب التحرز منها، زي ايه؟ واحد بيتاوب، في ناس تتاوب كده تبص تلاقي بقهم ده كده يعني جراج فتح، وهي بتتاوب قوي قوي ناموسه دخلت وبلعتها، بيحصل. طيب هل دي بقى كده يبقى فطرت يا دكتوره سوزان؟ يبقى كده فطرت؟ لا كده ما فطرتش، لان الناموس والدبان والدخان
الدخان يصعب التحرز منه، يصعب التحرز منه يعني، والتراب يصعب التحرز منه. ما انت لما بتشمي يبقى فيه تراب جامد قوي قوي، بس لك بتتكحي. بتكحي ليه؟ عشان التراب دخل جوه جهازك التنفسي، فجهازك التنفسي اشتغل، فايه فبيطرد، بحاول يطرد الايه ذرات التراب البسيطه اللي دخلت دي. ف هدي عين دخلت جوه اهو، دخلت وخلتني اكح يا دكتوره سوزان. لا دي لان يصعب التحرز منها، تحرز منها يعني ايه؟ يصعب تجنبها، فدي ايه ما تفطرش. خد بالك انا بقى لست شويه حاجات تانية من الحاجات اللي معفي عنها، معناها عين مثلا ان انا ادوق الاكل ساعه وانا بطبخ. طبعا انا بدوق الاكل، وطبعا انت ما بتدوقي الاكل عشان ادوق ملح واظبط ملح ولا كده، انت بترفي لسانك بس، مش لازم يعني، مش لازم ربع رغيف كده وبتاع وادوق يا دكتوره سوزان بس، عشان لا مش ده، بترفي لسانك بس وتمضمض بعديها، دي يجوز الطعم عند النضج يجوز. وانا بتوضى يا دكتوره سوزان بتمضمض شويه ميه، حسيت بشويه ميه دخلوا جوه غصب عني، ما يجراش حاجه ولا يجرى حاجه، حاجات دي كلها معناها حاجات ودخلت جوفي، لكن ايه بس بتحرز منها لا تفطر. فانا كاتبه لك لسه شويه حاجات كده بصي فيها جميله جدا جدا، عشان احنا شفنا ناس يعني ناس ربنا يهدي الجميع يا رب، ناس موسوسه وسوسه غريبه. وانت صايمه اوعي تشمي ريحه، لو شميتي ريحه تبقي تفطري. افطر ازاي يا حبيبتي؟ ايوه مش شميتي ريحه، طب انا طالعه شميت ريحه الملوخيه، اقول الملوخيه لا. طيب انا طالعه في لقيت بارفان، واحده حاطه بارفان شميت ريحه، فما تشميش ريحه، ما تشميش ماسكه ورده بشم، ما تشميش ورده. هو انا ممكن انت انا في فرق انك انت بتحطي بارفان، مش هحط بارفان طبعا وانا صايمه، اللي هو مش حرام، هو مكروه، هو مكروه انه ما بتنابسبش مع ايه؟ مع حاله الصيام. في فرق انا رايحه اشتري برفان هديه لحد ولا بتاع، فالراجل بيقول لي تحبي ده ولا ده، فبشم الريحه. هل لما اشم الريحه دي هل دي تفطرني؟ لا. غير ان انا اخد برفان وايه واحطه؟ لا. ان انا بشم الريحه دي عشان مش بغرض التلذذ هنا. مش بغرض التلذذ. يبقى دي ايه؟ يبقى دي ايه؟ يجوز انك انت تشمي الريحه عشان اعرف الاكل حامض مش حامض، اعرف كلام كده، ما يجراش حاجه يجوز. فكاتبه لكم شويه حاجات كده لطيفه ببصوا فيها. كمان يبقى خلاص عرفنا الامساك عن وصول عين لما يسمى جوف. الجوف بيبتدي منين لفين؟ الجوف بيبتدي من الفم لغايه فتحه الفرج، لغايه الفرج. الفرج اللي هو فتحة ايه؟ فتحة الشرج، القبل او الدبر يعني، الفرج اللي هو القبل او الدبر. ده الجوف بيبتدي من هنا، ان انا ما دخلش حاجة من جوفي. جوفي مش بقي، لا من زوري، من زوري. لان انا لو حطيت لو جيت حطيت لو جيت بتمضمض بشوية مية، مضمضت بمية ونزلتهم كده بقى فطرت؟ لا. لان انا طبعا هما ما دخلوش ايه الجوف، الجوف بيبتدي من ايه؟ من زورك. كويس. ما دخلش اي حاجه الجوفي من منفذ مفتوح. يبقى عرفت الجوف بيبتدي منين لفين. المنفذ المفتوح بقى خدي عندك بقى المنفذ المفتوح، في عندك اللي احنا قلنا الحلق عين او الفم يعني، الحلق، الاذن، العين، المناخير، القبل، الدبر. الله 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 الله، ايه ده يا دكتور؟ فتحه صناعيه، واحد مركب جهاز بيتنزل بول، بيركب جهاز بينزل البراز، بيركب مركب عامل بتاع بيعمل فتحه في المعده بياكلوه منها، بيديله محاليل منها. الحاجات دي كلها دي منافذ مفتوحه. اللي عليه خلاف بقى، عليه خلاف العين. عشان كده بناء عليه احنا ما بنيجي نقول قطره المناخير تفطر ولا ما تفطرش؟ قطره خير قالك ايه؟ قالك تفطر. نقط الودان ونقط العين، والعين العين بقى في اختلاف على ان العين دي منفذ مفتوح او مش منفذ مفتوح. كان في عند الامام الشافعي كان ان نقط العين ما تفطرش عشان هي ايه مش منفذ مفتوح، انه ما كانش يعرف ان في قناه دمعيه بتصل العين بالايه بالانف وايه وتنزل على الحلق، ما كانوش يعرفوا كده. بس الـ الـ العين دلوقتي ثبت ان العين ممكن تصل الى الحلق، نقط الانف تصل الى الحلق، نقط الودان ما بتصلش الى الحلق. دلوقتي دار الافتاء بيفتوا ان نقط العين يعني ما احطش عندي عينيا بتوجعني وانا صايمه، ممكن احط قطره؟
في بعض المذاهب قالت لك لا دي منفذ مفتوح، بعض المذاهب تانية قالت لك لا مش منفذ مفتوح. نقط دار الافتاء بتفتي دلوقتي بنقط الانف ونقط الودان ونقط وقطره العين، طالما ان الواحد ما حسش بطعمها في الحلق يبقى ما تفطرش. ناخد القاعده دي اسهل قوي مننا، لان بيقول لك نقط الودان بتفطر يا دكتوره سوزان، بتفطر زي ما ما توصلش الجوف. حواديت حواديت، فدي الفتوى فتوى لطيف جميله جدا ومريحه جدا، ان قال لك طالما ان احط نقط في وداني وانا صايمه يا دكتوره، احط قطره يا دكتوره سوزان، هحط نقط مناخير يا دكتوره سوزان، طالما انك انت ما حسيتيش بطعمها في حلقك يبقى ان شاء الله ايه ما تفطرش. طيب في كمان البخاخات، كنا بنشوف البخاخات اللي احنا بنعملها عشان الناس اللي عندهم ازمه وكلام كده. طبعا البخاخه دي عين بتخش الجوف من منفذ مفتوح، يعني البخاخه بيفتحوها عشان الازمه ما تجيلهم، دي طبعا ايه بتفطر بجماع الفلكنه الفتوى عندنا في مصر هنا. وطبعا احتمال تسمعي اراء تانية تقول لك لا، فطبعا ايه كل ايه كل حلو وكل ايه، وخذي بالراي اللي يعجبك، لان دي مسائل ايه كلها خلافيه. طيب بناء عليه الحقن بقى بانواعها، معلش انا بتكلم في حته عشان دكتوره، فيمكن الحته دي بنتناقش فيها كتير وبنسمعها كتير قوي. الحقن بقى الحقن ما تفطرش ليه؟ حتى لو كانت بغرض التغذيه، يعني واحد عنده صفقة عاوز يعملها، عنده اجتماع ومدروخ شوية بتاع، ممكن يديله كده شوية جلوكوز كده ينعنشوه كده وبتاع، الحقن ما تفطرش بكافة أنواعها، تحت الجلد في العضل في الوريد، الحقن ما تفطرش ليه؟ طب يا دكتور انت مش بتقولي عين اهي، مش المصل بتاع الحقن، المصل بتاع الحقن مش هيخش جوفي من منفذ مفتوح؟ لا ايوه ده عين هتخش الجوف، انت هتدي الحقنه مصل ولا هتدي جلوكوز ولا محاليل ولا كلام كده؟ هتديه هيخش جوفك صحيح، لكن ايه الجلد عن طريق الجلد ده مش منفذ مفتوح، فعشان كده الحقن بكافه انواعها ما بتفطرش. ايه تاني كمان بالنسبه للمناظير، واحد بيعمل منظار على الرئه، منظار على المعده وهو صايم، المنظار ده اهو عباره عن انبوبه رفيعه بتخش المناخير وبتنزل في الحلق، وبتنزل بقى تشوف بقى تعملي منظار على الرئه، على الجهاز التنفسي بتنزل على الجهاز التنفسي، او هتنزلي على المعده بتنزل، فده عين بتخش الجوف من منفذ مفتوح، فده في بعض الناس قالت ان هي بتفطر، بعض الناس قالت تاني انها ما بتفطرش، احتياطي الاحوط مفيش داعي اعمل الكلام ده وانا ايه وانا صايمه. بس يا دكتور زي ميعاد الدكتور، وانا ميعاد الدكتور بيجي في الوقت اللي ايه وقت في رمضان ولازم اعملها يا دكتور زي. خلاص اعملي المنظار، بس اعرفي ان اليوم ده ايه لازم ايه تعيديه ان شاء الله، امسكي بقيه اليوم لكن اليوم ده تقضيه تاني، عشان في احتمال ان ايه الصيام يكون ايه يكون فسد. دي بسرعه الامساك عن وصول عيني الى ما يسمى جوف. في بعد كده عندي بقى الامساك عن الجماع طبعا، لان في ناس كتير قوي قوي للاسف في طبقات اللي مش متعلمه فاكرين ان رمضان في الصيام عن الاكل والشرب بس، لكن يجوز الجماع، يجوز الجماع، فمصيبه سودة طبعا، يعني ان الناس مش فاهمه الكلام ده، والناس اللي حد عمل كده لا يروح، لازم يروح ياخد فتوى زي ما هنقول، ما ينفعش انا اقول له ده دكتوره فلان ده الشيخ فلان قال ده دكتوره قالت، مش لا دي عاوزه فتوى، وهنعرف ليه دلوقتي عاوزه فتوى. طبعا النقاء من الحيض والنفاس، طبعا بصي النقاء من الحيض والنفاس، انت لو قدرتي تحافظي على نهار الصيام ما ينزلش فيه ولا نقطه دم، يبقى اليوم ده ايه يتحسب لك صيام. يعني ايه يا دكتوره سوزان؟ يعني في واحده ممكن تيجي تقول لك ايه انا قعدت طول الافرادي مثلا ان المغرب على الساعه 6:30، انا 6:30 الا دقيقه او اللي دقيقتين نزلت نقطه دم، يبقى اليوم ده لازم يتعاد. افرادي يا دكتوره سوزان نزلت نقطه دم على الفجر على كام؟ الفجر على الساعه 5 مثلا، 5 ودقيقه نزلت نقطه دم، يبقى اليوم ده كله لازم يتعاد. انا علشان اليوم ده احسبه يبقى لازم مفيش ولا نقطه دم تنزل من الفجر حتى ايه من الفجر لغايه ايه لغايه المغرب، لغايه قبل المغرب. نفس الحكايه، انا لو 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 طهرت قبل المغرب، يعني لو طهرت لو الدم وقف قبل المغرب بدقيقه، قبل المغرب بدقيقه، يبقى اليوم ده لازم يتعاد. طيب
يبقى ده النقاء من الحيض والنفاس. وبعدين امساك عن الاستقياء. الاستقياء يعني في فرق بين القيء والاستقياء. الالف والسين والتاء تفيد، تخش على الفعل تفيد الطلب، زي ما اجي اقول استنصر يعني طلب النصره، استخرج طلب خروج الحاجه، الف والسين والتاء. الفرق بين القيء والاستقياء ايه؟ القيء في فرق، واحد حاسس ان ايه بطنه بتوجعه، ايوه حاسس انه متضايق كده وبتاع، وفجاه بطنه راح قالب وراح ايه استقى راح استفرغ لوحده، ده اسمه ايه؟ قيء. القيء لوحده ده، القيء اللي استفرغ لوحده ده ما يفسدش الصيام مهما كانت كميته، طالما ان هو ما بلعش حاجه من القيء ده. الاستقياء بقى ده تعمد القيء. تعمد القيء يعني في فرق، واحد انا حاسس ان اكلت حاجه مش نظيفه، انا حاسس ان بطني بتوجعني، انا حاسس كده، لا 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 حاسس مش نظيفه، فيروح حاطط صباعه في حلقه ويروح ايه مستفرغ. استقياء ده يبطل يفسد الصيام. عرفنا الفرق بين القيء والايه والاستقياء. العقل جميع النهار، من شروط صحه الصيام العقل جميع النهار. يعني ايه العقل جميع النهار؟ عاوزين نفرق بين العقل، بين الجنون والاغماء والنوم. الجنون ده نقص عقل، نقص عقل. لو واحد عقله راح ولو لدقيقة أثناء نهار رمضان، يبقى اليوم ده إيه؟ فسد. يقضي ولا ما يقضيش، ده عليه كلام هنقوله دلوقتي. يعني إيه يقضي عقله؟ يقضي عقله يعني يغمى عليه يعني يا دكتور؟ لا لا، مش إغماء. إغماء ده مرض. الجنون، الجنون ده نقص عقل، الإغماء ده مرض. الجنون ساعات في بعض الناس ربنا والعياذ بالله، الأمراض النفسية الشديدة جدا جدا، شيزوفرينيا بقى والحاجات اللي جامدة قوي قوي دي، العيان تبص تلاقيه طبيعي خالص خالص خالص، تبتدي الحالة تجيله تبص تلاقيه يتهيأ له إن في حد واقف ورا الباب، يتهيأ له إن في حد عاوز يموته، يتهيأ له. والحالة دي تقعد عنده إيه بقى؟ ممكن تقعد عنده ساعات، ممكن تقعد عنده أيام، ممكن تقعد عنده شهور، أسابيع، ممكن تقعد عنده شهور. لو فقد عقله، جات له الحالة دي في خلال أيام مثلا 10 أيام الأخرانيين من رمضان أو 5 أيام الأخرانيين، ابتدت الحالة تجيله، ابتدى ما ينامش، ابتدى يتكلم، ابتدى الأهالي بيبقوا عارفين الحالة ما بتيجي للمريض، لما بيلاقوا كده ده، وممكن طبعا عاوز يصلي ولا يصوم ولا حاجه، امهات بتيجي بيعيطوا كتير قوي والولد هيموت، وكان بيصلي كش بيسيب فرض وبتاع، لا يا حبيبتي ده ما فيش عليه اي حاجه، ده ما فيش عليه اي حرج، ليس على المريض حرج، ونطمن الاهالي كده بلباقه ما فيش عليه حاجه، ان شاء الله لما الحاله تروح من عنده ياخد الدواء ويبقى كويس ان شاء الله، يبقى ايه، يبقى يصوم الايام دي باذن الله، ونطمن الاهالي. ده الجنون ده نقص عقل. الإغماء بقى زي مثلا إيه؟ إغماء سكر، سكر زاد، سكر وطي، واحد أغمى عليه، ضغطه عالي، ضغطه وطي، ضغطه عالي، باور، ضغطه عالي، ضغطه وطي، فبي بي بي أغمى عليه. تبص تلاقي واحد يغمى عليه، اول حاجه الواحد يعملها الحق لها، تديله شويه ميه، اديله شويه ميه، وفي رمضان مثلا اقوم اديله شويه ميه، مش عارفه ايه بتاع، قبل ما تديله شويه ميه اساله انت فاطر، انت صايم ولا فاطر؟ قال لك انا صايم، ودي ايه، وحسيت ان ده، راح المستشفى وعرف ان دي غيبوبه سكر، ما بدل ما احافظ على صيامه، بدل ما اديله حاجه بقه، اديله ايه؟ اديله حقن الجلوكوز، لان الحقن ما بت ايه؟ ما بتفطرش. كده انت بتخطش عليا كده، سوري معلش مخرجه، مش ممكن، ممكن صباعك ده كتير قوي ده، سوري سوري، معلش احنا لازم نحط البتاع دي براحه. ده نديله ايه؟ نديله حاجه، اديله حقن الجلوكوز بدل ما تروح حبه ميه بسكر، فلازم ايه بساله. يبقى ده الاغماء. ممكن الاغماء كمان زي الاغماء ده داخل فيه ايه كمان، بس ما تستغربوش كل ده مكتوب في الكتب. يعني الاغماء داخل فيه ايه؟ داخل فيه واحد تايه، يعني ايه يا دكتور؟ شارب حاجه، شارب حاجه في رمضان، ايه اللي الذوق دي يا دكتوره سوزان؟ ايه ده، ايه ده، ايه ده، معقوله مفيش حياء خالص؟ مفيش حاجه، مفيش حياء. ايوه، في ناس بتصحى كده قبل الفجر بتصوم رمضان وبتعز رمضان جدا، قبل الفجر تروح تاخد لها، تشرب حشيش، تشرب مخدرات، تشرب مش عارفه ايه،
تيجي لغاية ايه عشان تقعد ايه تعرف تشتغل. في ناس كده طبقات كده عشان تعرف تشتغل. وتأثير المخدر ده ولا التأثير ده بيروح على ايه، على العصر كده او قبل المغرب. الاغماء ده طالما او فقدان التوهان اللي هم في اللي بيشربوه، ده حاجة، طالما ان هو ما استغرقش طول النهار يبقى صيامه صحيح. يعني ايه؟ في واحد صلى الفجر وبعد كده اغمى عليه وفاق بعد العشاء، اليوم ده يتحسب له ولا ما يتحسبلوش؟ هو لو فاق ولو لدقيقة، من المغرب من الفجر للمغرب يبقى اليوم ده يعتبر صيامه صحيح. يبقى قلنا في فرق بين واحد اغمى عليه بعد المغرب صل، يعني بعد الفجر صلى الفجر، وبعد كده اغمى عليه وفاق بعد العشاء، يبقى هو فاق قبل الفجر قبل بعد المغرب. غير واحد قبل الفجر اغمى عليه وصحي وفاق بعد المغرب، يبقى قاعد طول نهار رمضان ايه طول النهارده ايه النهارده ايه اغمى عليه، يبقى اليوم ده لازم يتعاد. فهمتوا الفرق؟ الاغماء يعني لو فاق ولو لدقيقه يبقى اليوم ده ايه صيامه صحيح. طيب في عندي بقى الفرق بين الجنون قلنا وبين الاغماء وبين النوم. النوم لا يضر الصيام حتى لو استغرق النهار كله، واللهم لا حسد. ومش عاوزين حد بقى، يعني بشوف ناس كتير قوي وانا كده شايف اخوها طول النهار نايم، وفي كتير قوي من العرب ومن وناس كتير قوي بتقول بحب رمضان جدا بتمتع بالصيام قوي، الصيام ده جميل. ما هو صيام ما بينام بقى قبل بينام بعد الفجر، يصلي الفجر ويتنام وينام ويصحى قبل العصر بشويه، يصلي الظهر وبعد كده يصلي العصر. وفي ناس بقى جباره تقدر تخش تنام تاني وتصحى على ايه على المغرب، في ناس جباره كده. فطبعا اللي تبقى يبقى الراجل قاعد بيشتغل، يبقى الراجل نايم في البيت والست قاعده تشتغل وتعمل وتطبخ وبتاع، وهي تقول له صيامك ما ينفعش وما ينفعش كده، لا صيامه صحيح وصيامه كل حاجه واللهم لا حسد. خلاص يبقى خلاص عرفنا الفرق بين الجنون والاغماء والنوم، كل ده مكتوب عندك في الورق. وبعد كده طبعا الاسلام ما ينفعش الصيام. دكتور زين كريستينا صاحبتي بتحب قوي تصوم معانا عشان عاوزه تخس وكده، فصيامها صحيح مش كده يا دكتور زين؟ بتصوم زينا بالظبط يا دكتور زين. لا ما ينفعش الصيام بتاعها لا يصح، لانها ايه الاسلام من شروط صحه الصيام ان يبقى الصايم يبقى ايه مسلم. فالاسلام من شروط صحه الصيام. اخر حاجه صلاحيه الوقت للصيام، يعني ان انا اصوم في ايام يصلح الصيام فيها، مش يحرم الصيام فيها، زي قلنا صيام ايام التشريق، زي صيام الغير صيام ايام التشريق وصيام يومي العيدين، صيام المراه نفل بدون اذن جوزها. ليه بقى يا دكتوره سوزان؟ ليه قولي لي ليه ما اصومش بقى؟ ليه هو يعني هيقفل عليا دنيا واخره يا دكتوره سوزان؟ هيضيع عليا الاخره كان مش كفايه الدنيا؟ لا انت اللي مضيعه الدنيا دي، انت اللي مضيعاها مش هو اللي مضيعها لك. هو بيقول لك لا ما تصوميش، ما انت اصلا مش عارفه شكلك بيبقى عامل ازاي وانت صايمه. ايوه فين الاكل؟ معلش اصلي صايمه، معلش ما قدرتش، معلش معلش. طيب جيب ونبي احمد هات الولد من المدرسه، معلش عشان انا ايه اصل انا صايمه، معلش. طب ما فيش اكل؟ لا مش اصلي صايمه، معلش. قبل الصيام وربط راسك بالبتاع دي، الصداع الصداع بتعبني قوي في الصيام، معلش معلش يا احمد معلش، انت مش شايفه شكلك عامل ايه وانت صايمه؟ فهو رحمة بيكي شايفك انت الجو حر وانت عاوزة تصومي نفل اثنين وخميس، وشايف صحتك على قدها، وشايفتك بتشتغلي وتنزلي وبتروحي، فده هيتعبك. مش مسألة بقى عشان مصلحته عشان مش مصلحته، لا مش مصلحته، ما هي ما في رحمة. ما الواحد لما يبقى عارف ربنا بيتقي الله في مراته. فلما جوزك بيجي يقولك بلاش صيام النفل ده، بس بلاش اليومين دول احسن الجو حر، استني ما نصوم، استني ما الجو يتحسن شويه بصومي ومش عارفه ايه، ما خدش الموضوع بقى على صدري بقى كده ونعملها حدوته يعني. فكتر خيره يعني اللي بينصحنا كده يعني. طيب كده خلصنا خلاص شروط الوجوب وشروط الصحه. عندي بقى كفارات حياه الفطر في رمضان. بصوا بقى رمضان ما يخش، وفهموا اولادنا كده، رمضان ما يخش لما يجي وقت رمضان كل المسلمين في الدنيا دي لازم يصوموا فرض. طيب هيصوموا رمضان اداء في شهر رمضان. طيب في مسلمين مش هيقدروا يصوموا في شهر رمضان لاسباب كتير قوي هنقولها دلوقتي. طب دول عليهم ايه بقى؟ يبقى عليهم ايه؟ عليهم حاجه اسمها ايه؟ عليهم قضاء.
عليهم قضاء ان هم ايه يعوضوا الايام دي، بنقول عليها يعوضوا الايام دي عليهم. يا اما اللي مش هيقدر يصوم رمضان في شهر رمضان يبقى عليه حاجه من الاثنين، يا اما عليه قضاء يعني يعوضهم، يا اما عليه كفاره. الكلام ده لازم نصومه نبقى عارفينه كمسؤولين نعلمه لاولادنا. اللي مش هيقدر يصوم رمضان عليه يا اما عليه قضاء او عليه بالترتيب ده، عليه قضاء او عليه ايه، عليه كفاره. القضاء بس عايز اقول نقطتين في كلمه انه هيعوض الايام دي هيصومها بعد رمضان، انا مش قادر يصوم في رمضان. القضاء ده، القضاء في رمضان بنسميه قضاء على الايه، قضاء على التراخي. التراخي يعني ايه؟ يعني في ناس يقول لك اول ما رمضان يخلص لازم على طول تقضي الايام اللي عليك. لا مش لازم، مش لازم. ليه؟ لان قضاء رمضان على التراخي، انت عندك من السنه دي، لا من 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 شهر رمضان بعد رمضان بقى عندك من رمضان ده لغايه رمضان الجاي، عوضي اقضي في اي يوم من الايام دي. السيده عائشه كانت بتقول انها كانت بتقضي رمضان في شعبان الايه اللي قبل رمضان الجديد، لانه ايه قضاءه على ايه، على التراخي. لان في قضاء تاني، قضاء بعض صيام الكفارات على الفور. على الفور يعني ايه؟ يعني لازم تعمله على طول. زي ايه؟ زي اللي ملقاش هدي في الحج، معهوش فلوس الهدي، ده بيصوم 3 ايام هناك وسبعه اول ما يرجع، ده قضاء على الفور اول ما يرجع على طول بلده، ده اسمه قضاء على الفور. يبقى عرفنا نوع قضاء رمضان، قضاء على التراخي مش على الفور. طب دكتوره سوزان، لو رمضان الجاي دخل وعليا يوم او يومين ما صمتهمش، في بعض يبقى ايه برضه قضاء عليكي، لازم عليكي بعد ما رمضان يخلص اقضيهم، اقضيهم واخدين. في بعض المذاهب قالت لك عليك القضاء يفضل في رقبتك القضاء ده، ورمضان اللي بعده قضاء برضو عليك الايام دي، عليها يوم من ايام الاعداديه برضو في رقبتك هتفضلي ماشيه بيه، قضاء لازم عليك تاخديه. في بعض المذاهب بتقول ان لو دخل عليك رمضان الجديد وعليك يوم او يومين ما صمتهمش، على كل يوم ما صمتهوش عليك لازم تقضيه، لازم تقضيه، وعليك ايه، وعليك فديه. فديه يعني اطعام مسكين زي ما هنشوف دلوقتي. الفديه عن كل يوم ايه ما صمتهوش دخل عليك رمضان الجديد بيه، اللي يريحك امشي بيه. والله انت غنيه وربنا مديكي، ودخل عليا رمضان وفي عليا يوم ما صمتوش، يبقى ربنا مديكي فلوس يبقى انت تقضي وتطعمي مسكين. لا يا دكتور زهر، انا يا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح ومعيش فلوس، ده معيش فلوس، ده يا دوبك ربنا عالم بحالنا ومش عارف ايه. يبقى عليك ايه قضاء بس، خلاص الاثنين صح. يبقى قلنا نحط النقطة التانية في القضاء بتاع رمضان، قلنا انه على التراخي. الحاجة التانية التتابع. دكتورة سوزان انا فطرت 4 ايام في رمضان وفطرت 5 ايام في رمضان، هل لازم اما اقضيهم متتابعين ورا بعض؟ لا مش لازم، لا يشترط فيه التتابع. ممكن كل اسبوع اصوم يوم، كل شهر اصوم يوم، خلاص لا يشترط فيه التتابع. طيب اللي مش هيصوم رمضان عليه يا اما قضاء يا إما عليه إيه كفارة. الكفارة دي بقى بيقسموها اتنين، في كفارة صغرى وكفارة كبرى. الكفارة الصغرى دي اللي بنسميها إيه، عليه فدية أو عليه إيه، عليه إطعام بالبلدي، الناس البلدي يقول عليها إيه، عليه إطعام، خلاص. يبقى كفارة صغرى وكفارة كبرى. الكفارة الصغرى قلنا إطعام مسكين عن كل يوم إيه فطرتي، فطرتي يعني إيه مش هقدر أصومه، لأن في أعذار هنشوف دلوقتي، في أعذار ما ينفعش أصوم بعد كده، واحد عيان مرض لا يرجى شفائه، مش هينفع يصوم بقى كده اقول له بقى يبقى اقضيه، لا مفيش عليه قضاء بقى خلاص، ده انت ايه خلاص عليك ايه اطعام مسكين، خلاص اطعام بقى. في ناس تيجي تقول لك الاطعام ده قد ايه يا دكتوره سوزان؟ الاطعام ده الاطعام في بعض المذاهب بتقول اطعام وجبتين، اطعام مسكين وجبتين. هو في حجم معين موجود في كتب الفقه اللي هو اطعام ما يعادل مد، مد ده حجم معين هناخده ان شاء الله من يجي في زكاه الفطر. المد ده بيعادل تقريبا 675 جرام من مد من قوت البلد، يعني حوالي كيلو الا ربع كده من قوت البلد، يعني في قوت البلد احنا عندنا قمح، فالمفروض بتطلعي تقريبا، هم لجنه الفتوى السنه دي بتقول يعني قبل كده يعني، او لجنه الفتوى عندنا بتقول طلع ما يعادل كيلو رز، طلع كيلو رز تقريبا. طيب لان القمح هيبقى صعب تجيبيه بقى وتطحنيه وتعمليه لغايه ما تحولي دقيق حدوته بقى، فقالك ممكن تطلع ما يعادل كيلو الا ربع رز مثلا يعني. في بعض المذاهب بتقول لك لازم تطلعي وجبتين، دلوقتي الحالة بقت صعبة قوي، يقولك يكفي وجبة واحدة بس. طيب مش هقدر اطلع رز ولا اطلع دقيق ولا اطلع اي حاجة يا دكتورة سوزان، ممكن تطلعي ايه، ممكن تطلعي ايه، ممكن تخرجي القيمة، القيمة قيمة ايه، قيمة الوجبة اللي هأكل بيها المسكين او قيمة الوجبتين. طب اطلع كام يا دكتورة سوزان؟ يعني ده بيختلف من واحد للتاني، انت شوفي اي مسكين دلوقتي اي فقير تقدري تأكليه
ولو وجبة واحدة حتى بكام؟ أقل حاجة كام؟ مش أقل من 7 جنيه أو 10 جنيه. أما تجيب له سندوتشين فول، هي سندوتشات الفول دلوقتي بكام دلوقتي يا مخرجة كبيرة؟ 2 جنيه من غير بيض، 2.5 بالبيض. 2 جنيه من غير بيض واتنين ونص بالبيض، هنجيب 2.5 بالبيض. ده فين ده الكلام ده؟ عربية الفول أول الشارع، حاجة عظيمة جدا جدا. طيب أنا هجيب له 3 سندوتشات، هجيب له 3 سندوتشات، وجيب له معاه كوباية شاي، ويعني قولي تقريبا إيه يعني، قالوا من 8 وجبتين، مش وجبتين الفقير هو ياخد، أديله أنا أديله 5 جنيه يروح يجيب سندوتشين وخلاص ونخلص، لا ده 8 وجبتين، 8 من وجبتينك أنت، من أكلك أنت، من أكلك أنت. فبيبتدي من يا اما من 7، حتى قالوا من 7 جنيه لغايه 100 جنيه عن اليوم الواحد اللي مش هتقدر تصوميه. من كل واحد حسب طاقته، حتى كانوا بعض الشيوخ كانوا بيقولوا لما بيروح لنا حد يقول لك انا واحد فقير غلبان على قده يعني، وانا مش قادر اصوم السنه دي ومش هقدر اصوم كده، فبيقول له طلع اطعم مسكين، يقول له طب ما طلع دي، يقول له 7 جنيه، يقول له 7 جنيه كتير قوي، يقول له طب 5 جنيه، فبقول لك بينزلوها، بينزلوها حسب ايه، حسب حال. فما تجيش انت بقى تسمعي حد بيفتي في التلفزيون ولا في قناه فضائيه بيفتي بيقول لك البتاع اللي مش قادر يصوم يطلع 7 جنيه او 10 جنيه كل واحد. شوفي انت بقى يعني، في ناس بقى تشرب لك مش عارفه نسكافيه لازم الجولدن، ولازم اللبن يبقى كريمر يبقى مش عارفه مستورد منين، ولازم اللحمه تاكلها لازم تبقى بتلو، ولازم مش عارفه ايه، في ناس كده محسوكه في اكلها دي، ما تطلعش زي واحد غلبان يعني هيطلع 7 جنيه، ما تطلعيش 7 جنيه برضو للوجبه. فكل واحده هي توزن 8 وجبه من اكلها هي عشان تاكل بيه الفقير، زي ما الشيوخ كانوا بيقولوا، شيوخنا كانوا بيقولوا من 7 جنيه لغايه 100 جنيه، طلع زي ما انت عاوز، اطلع 20 جنيه على اليوم، اطلع 5 جنيه على اليوم، اطلع 15 جنيه على اليوم كل واحد. وبعدين ما تفرضيش حاجه، خصوصا الناس كبار السن اللي ما يقدروش يصوموا، طبعا بيبقى صعب عليهم قوي حبايبي ان هم يطلعوا الفلوس، يجي تقول لي وتيجي تقول لك لا انا هصوم هصوم، عشان لما تيجي تقول لها تيتا طلعي انت هتصوم عندك 30 يوم يا تيتا، مش هتصوم انت مش هتقدري تصومي يا تيتا، طلعي 50 جنيه عن كل يوم، تضرب بقى 50 في 30 يطلع 1500 جنيه، يا نهار ابيض، لا 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 لا، تقول لك هصوم ويغمى عليها وبتاع، تقول لك لا اصوم عشان مش هتدفع الفلوس. فاحنا ايه بالراحه كده نقول لها اللي يطلع من ذمتك يا تيتا عشان ناكل بيه فقير يا تيتا، اللي يطلع من ذمتك بالراحه كده، خدوهم بالراحه يعني. فخلاص عرفنا الفديه اللي هي الفديه او الكفاره الصغرى او الفديه او الاطعام، هاكل ايه مسكين عن كل يوم ايه فطرته. في بقى الكفاره، بقى في الكفاره الكبرى، الكفاره الكبرى عباره عن بالترتيب ده تحرير رقبه، فمن لم يجد كفاره كبرى عباره عن ايه، يا اما تحرير رقبه واللي ما يقدرش يحرر رقبته ما عادش فيه رقاب دلوقتي، يبقى عليه ايه، عليه صيام شهرين متتابعين. طيب اللي مش هيقدر يصوم شهرين متتابعين، اللي مش هيقدر يصوم شهرين متتابعين، يبقى عليه ايه، اطعام 60 مسكين. طبعا الكفاره الكبرى دي حاجه كبيره جدا، انك تخلي واحد يصوم شهرين متتابعين دي مش سهله ابدا يعني، ما غركيش لا يصوم انا اصوم شهرين متتابعين دي سهله قوي بتاع صيام رمضان، غير ما تصوم اي يوم في رمضان والدنيا حواليك كل البيت حواليك وكل الدنيا حواليك صايمين، غير لما تلاقي صايم لوحدك كده صعب جدا جدا. فعليه صيام شهرين متتابعين، وزي ما قلنا لو انقطع التتابع بتبتدي من اول ايه، بتبتدي من اول وجديد. واللي مش هيقدر يصوم عليه يطعم ايه 60 مسكين، وطعم 60 مسكين دي لها شروط معينه، ولازم تملكي كل واحد اكله وحدوته حدوته كده، كاتبه لك انا الشروط اللي موجوده وما ينفع. طب ده سهل قوي دكتوره سوزان، احنا كنا بنعمل عزومه راجل عنده 5 بنات، والخمس بنات متجوزين 5 رجاله، والخمس رجاله دول وكل واحده بنت مخلفه 5، وله بابا ومامته بيجي هم يعني ممكن يجيب 60 مسكين دي، في ناس يعزموا في العزومه الواحده يجيبوا 60 واحد بسهوله جدا، في ناس اغنياء يقدروا يعملوا كده، يقول لك طب انا اعزم الولاد واعزم كده وبتاع وكله وكده، ويبقى ده ايه بنيه ايه، بنيه الكفاره الكبرى اللي عليا. ما ينفعش ان لها شروط، لازم اللي انت هتديهم ما ينفعش ما يبقاش يجب عليك نفقتهم، يجب عليك انك انت تنفق عليهم، ودي حدوته هنتكلم فيها بعد كده، لها شروط كده معينه مش سهله يعني. المهم ان الكفاره الكبرى دي عشان هي صعبه قوي 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 وجامده قوي قوي، سواء من الصيام او من الاطعام 60 مسكين مش سهله، دي سبحان الله الفقهاء حطوها في حاجتين بس، هم دول اللي يوجبوا الكفاره الكبرى، اي حاجه تانية بقى في الصيام
اعذار مبيحه للصيام، يا اما قضاء، يا اما ايه كفاره، يا اما كفاره صغرى اللي هو الاطعام. لكن الكفاره الكبرى دي اولا مهم جدا تعرفوا الكلام ده، ما حدش يقدر يقول لي واحد زينا كده نروح نقول لحد انت عليك كفاره كبرى، ما اقدرش حد يقول كده، دي عاوزه فتوى، فتوى من اهل ايه، من اهل الفتوى، فتوى لازم عالم هو اللي يفتي لك عليك كفاره كبرى من كتر صعوبتها، زي ما هنشوف دلوقتي. فالكفاره الكبرى دي الفقهاء حصروها في حاجتين بس، حاجتين ومنهم حاجه فيها اختلاف. الحاجتين اللي يجيب الكفاره الكبرى الصعبه قوي 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 دي، الحاجتين دول الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار، يعني اي حد يجامع مراته في نهار رمضان الدكتور زاني عليه كفاره كبرى؟ لا، الجماع في نهار رمضان هنكمل الجمله ب 13 شرط. 13 شرط، يعني ايه 13 شرط؟ يعني 13 سؤال، وانا كاتبهم لك في الورق عندك برضو، 13 سؤال. لما واحد يروح للمفتي يقول له انا جامعت مراتي في نهار رمضان، يبتدي يساله ال 13 سؤال دول، لو سؤال فيهم قال له لا يبقى تسقط الكفاره الكبرى وعليه قضاء اليوم بس. زي ايه مثلا؟ يعني من ضمن الشروط اللي الجماع في نهار رمضان ان يكون عالم بالتحريم، لان في ناس كتير قوي، واحد يكون ما كانش عارف ان الجماع بيفسد الصيام، في زي ما قلت لكم قبل كده في ناس كتير قوي طبعا الناس مش متعلمه، فاكره ان على الاكل والشرب، لغايه ما واحد صاحبه قال له ازاي يا ابني، وازاي ويا ابني ده الجماع ده بيفطر بيفطر، معقوله؟ يروح يسال مفتي، المفتي يساله انت كنت عارف انه حرام؟ يقول لا ما كنتش عارف، يبقى تسقط الكفاره الكبرى وعليك قضاء اليوم بس. انه ما يكونش ناسي، نسيت انه رمضان، حواديت حاجات، اسئله يبتدي يساله، بيبتدي ما يكونش مخطئ. يعني ايه؟ يعني واحد جامع مراته وكان فاكر لسه الفجر ما ايه ما طلعش، بيفتح الستاره لقى الشمس طالعه، فده اسمه ايه؟ مخطئ. فبيساله كنت متاكد، كنت متاكد ان الفجر لسه ما طلعش، ان الفجر لسه، بيقول لا ما كنتش، بقول كنت متاكد ان الفجر ما طلعش، لقيته طلع، يبقى ده مخطئ، يبقى ايه؟ تسقط الكفاره الكبرى. فطبعا هو مش هدف الفتوى، الدين مش هدف ان احنا نصعب على الناس. فعشان كده خطوره الكلام ده، ان مش اي واحد، لما نحذر اي واحد، اي واحد صاحبه يجي يقول له انا جمعت مراتي امبارح يبقى عليك كفاره كبرى، يروح يطعم 60 مسكين وعليك شهرين متتابعين، او عليك، لا، قول له روح خد فتوى، وست جوزها يقول لها لا روحي اسالي في الجامع عندك واسالي، لا انت اللي تروح تسال مش هي اللي تروح تسال. والكفاره دي يا دكتوره سوزان على 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 الرجل ولا على المراه؟ فيها اختلاف مذاهب، لو كانت المراه هي السبب يبقى على الاثنين، لو كانت في ناس مذاهب قالت على الرجل بس، وناس قالت على المراه بس، وفي ناس قالت كانت المراه هي السبب. حواديت، قصدي بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده علشان ما تاخدش الموضوع ببساطه كده. المهم، فالجماع في نهار رمضان بال 13 شرط، ده انت عليك ايه؟ صيام شهرين متتابعين، لو 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 13 شرط وال 13 سؤال دول كلهم قلت اه كله كان صح، يبقى عليك هتصوم 60 يوم زائد اليوم اللي انت فطرته، يعني هتصوم 61 يوم. لان هي اما واحد بقى يبقى جامع في نهار رمضان وعارف انه حرام وما كانش مخطئ وما كانش ناسي و و و و و ده بقى يستاهل الكفاره دي بقى. وبعدين كفاره مش 60 يوم بس، ده انت هتصوم كمان معاه ايه؟ يبقى هتصوم 61 يوم، هتاخد اليوم اللي انت افطرته. يبقى ده الحاجه الاولانيه اللي بتوجب الكفاره الكبرى. الحاجه الثانيه اللي بتوجب الكفاره الكبرى، الافطار في نهار في نهار رمضان عامدا بدون عذر شرعي. واحد فطر، بنشوف ناس دلوقتي شباب للاسف حاجه تحزن، تيجي تقول لك انا ما صومش رمضان، ما صومتش رمضان ليه يا ستي؟ تقول لك متضايق كده، ايه كده؟ يعني كده بورد كده، يعني ما ده يعني ما بصوم كده يعني، فما يعني مش عارفه، يعني مش عارف، ما بحبوش قوي يعني، ما بحبوش دي. يبقى صامت، يعني ما كنتيش عيانه، ما كنتيش زي ما نشوف الاعذار اللي تبيح الفطار، ما كنتيش عندك عذر من الاعذار دي، يبقى ايه؟ يبقى عليك دي عامدا بدون عذر شرعي. بعض المذاهب قالت اللي يفطر نشوفها كتير قوي، الناس اللي بتسافر بره بتعمل ماجستير ولا دكتوراه ولا تشتغل ولا حاجه، والصيام عندهم هناك صعب قوي الصيام هناك، ومش عارفه ايه، بيفطروا الايام دي، بتبقى ايه؟ بتبقى في رقبتك، لازم تيجي تقضيها. في بعض المذاهب اللي يفطر عامدا في رمضان بدون عذر شرعي، ناس قالت عليها قضاء بس، تقضيها الايام اللي فطرتها. في ناس قالت ايه بقى؟ دي عليها قضاء اليوم الايام اللي فطرتها،
زائد كفارة كبرى. كفارة كبرى يعني ايه؟ صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين ايه؟ مش عن كل رمضان، صيام شهرين متتابعين عن كل يوم فطرته في رمضان. خالي يا دكتورة سوزان سافر أوكرانيا عشان ياخد الدكتوراه، قعد 4 سنين. ال4 سنين هناك ما كانش بيصوم. 4 سنين، 4 سنين يعني كام رمضان؟ 4 رمضان، 4 في 30 ب 120 يوم، صح؟ 120 يوم. وهو ما كانش عنده عذر شرعي، هو بس كده الجو هناك الاتموسفير ما كانش مساعده. يبقى عليه 120 يوم. في بعض المذاهب قالت لك هترجع تقضي ال 120 يوم، في بعض المذاهب الثانيه هتقضي عن كل يوم شهرين. يبقى صوم كام يوم يا دكتوره سوزان؟ هاتي بقى الكالكوليتر وقعدي احسبي، انكل عليك، انكل عليك 7834. يا نهار اسود، اي انكل اعمل ايه؟ اعمل تستاهل يا انكل، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ارجوكم مالكوش دعوه بالكفارات الكبرى دي، ما تفتوش في الدين، ارجوكم ارجوكم اسال يا انكل فيها. ف يبقى الكفاره الكبرى دي احنا مش هنتكلم فيها خالص، ان دي عاوزه فتوى ومحصوره في الحاجتين دول. اي حد بيجي يقول لك انا جمعت مراتي في نهار رمضان على طول بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ لا خد فتوى. لا انا هاخد الاسئله بقى واروح اسال. انا يا دكتور مالكش دعوه، مالكش دعوه، مالكش دعوه، ارجوك وارجوك مالكيش دعوه، دي لازم عاوزه فتوى. وقفت مين امام المسجد اللي انت بتصلي فيه؟ روح اساله. المهم، ودار الافتاء مفتوحه على طول 24 ساعه في الحقيقه، يعني خدمتهم كويسه جدا. فده ايه ممكن ايه سهل قوي، مفيش حد عنده عذر يعني انه ما يعرفش يعني. يبقى خلاص، يبقى دلوقتي انا اي حد مضطر يفطر في رمضان يبقى عليه ايه يا دكتوره سوزان؟ انتوا اللي هتقولوا بقى. يا عليه يا اما قضاء، يا اما كفاره صغرى اطعام مسكين، يا اما قضاء بس، يا اما كفاره صغرى بس، يا اما قضاء وكفاره صغرى. ازاي؟ يبقى الاعذار المبيحه للفطر، بصوا احنا بنقسمها 3 ر و2 3 ر و2 ح وواحده ج. الثلاثه ر اللي هم ايه؟ المرض والسفر والشيخ الهرم، فيهم ر، وده مكتوب عندكم في الورق. المرض خد بالك انا في كل واحده من دول مش اي مرض، شروط المرض اللي يبيح الفطر، دي اعذار مبيحه للفطر. وبعدين هنعرف لو واحد فطر في الايام دي يا دكتوره سام بالعذر ده حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ يعني ايه؟ يعني عليه ايه؟ هل عليه قضاء يعني يصوم الايام دي، ولا عليه فديه بس اطعام بس، ولا عليه قضاء وفديه زي ما هنشوف. كتبت في كل واحده قدامها كده، وانتوا اللي هتقولوا بقى. المرض مثلا، المرض كاتبين شروط المرض اللي يبيح الفطر، يبقى عذر لك انك انت تفطري، انه يكون بيزداد بالصيام، يكون الصيام هيعمل مضاعفات، ممكن المريض نفسه هو مريض بس بيتعالج من السكر، هو مريض وبيتعالج من السكر، والسكر اتظبط الحمد لله، ولا الضغط اتظبط عنده يا دكتوره سوزان الحمد لله. ابص الاقي ناس حاميه قوي، بابا انت لازم تصوم، انت السكر اتظبط ما عملكش حجه، انت ضغطك كويس. المريض هو مريض والسكر اتظبط، لو المريض خايف ان لو صام المرض بتاعه هيرجع له تاني، او توهم ان المرض بتاعه هيزيد تاني، خلي بالك ده مريض اصلا، مش واحد كويس وزي القرد وخايف ايه بقى انه لو صام يعني مزاجه يتعكر ولا ضغطه يرتفع. انت عندك ضغط قبل كده؟ لا بس خايف، بس بقول الصيام في الحر ده، او كورونا تجيلي كورونا، ولا مش عارفه ايه يحصل لي ايه، او ما اعرفش ايه. لا ده بيتدلع، انا بتكلم على المريض اللي توهم، اللي خايف انه لو صام هو مظبوط دلوقتي وكنترول كويس، بس خايف ان هو لو صام يحصل ايه، يحصل له يتعب تاني، ده يباح له الفطر. ايوه يباح له الفطر. طيب يبقى ده شروط الصيام انا كاتبها لكم اللي يبيح الفطر. ما تجيش واحده واحده، مره بسالها بتقول لي من فضلك يا دكتوره سوزان اصل انا مش صايمه السنه دي. الف سلامه ليكي، ليه يا حبيبتي؟ عاوزه اكل ناس ومش عارفه ايه. اصل انا مش صايمه ليه يا حبيبتي؟ اصل انا عندي حساسيه في ضوافر. قلت لها ايه علاقتها دي بالصيام؟ بتقولي الدكتور قال لي عاوزه تصومي صومي، مش عاوزه بلاش. فقلت لي قلت بلاش، ينفع كده؟ وبقول بعيد يعني صيام يوم رمضان ما يعوضوش صيام الظهر كله، ان رمضان صيام في ايام في رمضان يعني، عشان كده بنستميت ان الواحد ايه بيمسك نفسه على قد ما بيقدر يعني.
وارجوكوا اي حد عنده حد كبير في السن، بابا انت بقيت كويس لازم تصوم، ماما انت بقيت كويس لازم تصومي، ارجوكوا سيبوا الحكايه دي للمرضى نفسهم لكبار السن. بابا انت عاوز تصوم تصوم، الدكتور قال لك ممكن تصوم، مالكيش دعوه، هو خايف على روحه. خلاص يا بابا، عاوز شوف يا بابا اللي انت عاوزه حبيبي، عاوز تصوم، عاوز تعمل، طب لو ما صمتش هعمل ايه؟ فاهمين الاطعام بقى بالفيديو، عليك 100 جنيه لليوم، عليك 200 جنيه لليوم، لا عشان اخليه يصوم، لا حرام. ولو كنت فظا غليظ القلب. فارجوكوا بالراحه. حكمه ايه بقى؟ حكمه ايه؟ بصوا المرض نوعين، حكمه يعني عليه قضاء ولا عليه فديه. المريض ده يا دكتوره سوزان حسب نوع المرض، لو مرض يرجى شفائه، واحد جه في اخر رمضان حصل له قعد مثلا ال 10 ايام الاخرين والنص التاني من رمضان عي وما قدرش ايه يصوم، ففطر عمل عمليه ولا تعب ولا كده وخلاص وخف بعد رمضان، خلاص ده مرض يرجى شفائه، يبقى الايام اللي هو فطرها هيعمل فيها ايه؟ هيعمل فيها ايه؟ قضاء، لان قلنا القضاء الاول وبعد كده يجي الاطعام. خلاص يبقى عليه مخف وبقى كويس وزي القرد، يبقى خلاص عليه ايه بقى؟ ان هو ايه؟ عليه يقضي ان هو ايه؟ يصوم رمضان، يصوم الايام اللي عليه. طيب لو مرض لا يرجى شفائه، واحد عي او دخل في غيبوبه ولا دخل مرض ومرض لا يرجى شفائه من الامراض المزمنه دي ومش هيخف، مش عارفين هيخف امتى ولا هيخف ازاي، يبقى ده من اول ما بيخش رمضان ده مش هيصوم رمضان خالص، ده حتى من اول رمضان عارف انه عنده مرض مزمن مش ايه مش هيخف منه خالص، يعني يا عالم هيخف منه امتى، يبقى ده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ اطعام عن كل يوم اللي هم ال 30 يوم بتوع رمضان، هيطعم مسكين عن كل يوم، يشوف هو يطعم مسكين بكام ثمن الوجبه او الوجبتين بكام، ممكن ايه مثلا هطلع 20 جنيه على الوجبه، 20 في 30 يبقى يطلع ايه 600 جنيه، ممكن يطلعهم بالتقسيط، مش يطلعهم مره واحده، ممكن يطلعهم ايه بالتقسيط على قد ايه ما بيقدر، على قد ما على قد امكانياته يعني. يبقى حسب يبقى المرض حكمه ايه؟ قلنا حسب لو مرض يرجى شفاءه او لا يرجى شفاءه. طيب عندي السفر، هم العلماء حاطين شروط لاباحه الفطر في السفر، قال لك السفر عشان يبيح الفطر لازم يبقى سفر يبيح القصر، لازم يبقى ما يبقاش الشخص مديم السفر زي السواقين، يبتدي يشرع فيه قبل الفجر، حواديت 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 فيها، احنا مش هن ايه مش هخش في التفاصيل دي دلوقتي، مكتوب عندكم كلها في الورق بالتفصيل. لكن عند الجمهور ايهما افضل في السفر، ان انا افطر ولا ان انا اصوم؟ الجمهور طبعا، الجمهور يعني ايه؟ يعني ثلاث مذاهب من الاربع مذاهب اللي هم مالك والشافعي وابن حنبل، مالك والشافعي، مالك وابو حنيفه والشافعي وابن حنبل، الاربع مذاهب لو ثلاثه منهم اتفقوا على حاجه يبقوا راي الجمهور، وواحد اختلف يبقى ده راي الجمهور، يعني ثلاثه اتفقوا. راي الجمهور ان ايه؟ طبعا الصيام افضل من الفطار بصرف النظر عن نوع السفر، نوع السفر ايه اللي انت مسافراه؟ راكبه ايه؟ تقول لك لا ده سفر مريح، انت مسافره في عربيتك، انت مسافره مرتاحه، انت مسافره اتوبيس مكيف، زمان كانوا بيفطروا علشان كان السفر متعب، لا السفر في حد ذاته بعيد ولا قصير، مريح ولا متعب، السفر في حد ذاته يبيح الفطر. وطبعا قالوا بس من ضمن الحاجات اللي قالوها لازم يبيح السفر يبيح قصر الصلاه، وهنبقى نتكلم في حكايه قصر الصلاه دي قد ايه، يعني يكون غير مقيم، يكون اكتر من 84 او 85 كيلو حواديت فيها كده. في بعض المذاهب زي مذهب الشافعي انه يبيت الفطر، يبيت الفطر، يبيت الفطر يعني ايه؟ يعني من بالليل يقول انا هفطر بكره، غير ما واحد مسافر بكره فجئ نسي يقول انه هي ينوي الفطار، وجي هو مسافر قال لك انا تعبان انا افطر بقى، انا افطر. في بعض المذاهب قالت لك لا ده ما نواش من بالليل انه يفطر، يبقى لو فطر يبقى عليه ايه؟ قضاء اليوم ده. لو فطر عليه ايه؟ يبقى كانه فطر متعمد وعليه ايه؟ قضاء اليوم ده زي شهرين متتابعين. بعض المذاهب قالت كده، بعض المذاهب قالت بس ايه لازم يبيت، في بعض المذاهب قالت لا مش لازم يبيت، لو اي واحد صحي ما بيتش ان هو هيفطر في سفره وهو سافر يعني تعب وقال انه عاوز يفطر يجوز له انه يفطر، يجوز له انه يفطر. ناس تاني قالت انه يشرع في السفر قبل، عشان مثلا نشرح الكلام ده عشان احنا كاتبينه حسب مذهب الشافعي، امام الشافعي مذهب الشافعي، ومكتوب الكلام ده عندك في عشان تبقي فاهماه، لو انت قريته، أن ينوي السفر يشرع في السفر قبل الفجر. يعني إيه؟ في فرق، أنت الفجر على الساعة كام؟ على الساعة 5 مثلا، في فرق أنت هتاخد قطر الساعة 4 أو هتاخد قطر الساعة 7، لو خدت قطر الساعة 4
انت بديت في السفر قبل الفجر يبقى ممكن انك انت تفطر، لكن لو بديت بعد الساعة 7 بقى بعد الفجر يعني على الساعة 7 قطر الساعة 7 يبقى لا يجوز لك انك انت تفطر. حواديت حواديت واختلافات مذاهب ايه كلها. طيب يبقى ده المرض وده السفر. في بعد كده عندي بقى ايه الشيخ الهرم الفاني، عملية الصيام ملهاش دعوة بالسن، يعني ما فيش سن مش زي المعاش يعني مثلا في سن خلاص واحد بطل يصوم فيه، لا السن الصيام له حسب القدرة او حسب الطاقة مش حسب السن. يعني ممكن تلاقي واحد عنده 40 سنة ما يجي يصوم بيفرفر منك وهو صايم، ولا بيفهم ولا بيركز ولا عارف يشتغل ولا عارف يعمل وعنده 40 سنة. وفي واحد 80 سنة يصوم وماشي ورايح وجاي وينزل يشتري حاجات ويروح ويجي ولا فارق معاه الصيام خالص ولا فارق معاه انه صايم خالص. فده حسب القدرة وليس حسب الايه السن. طيب الشيخ الهرم الفاني حكمه ايه؟ يعني عليه قضاء ولا عليه اطعام؟ عليه اطعام يعني قضاء. هيقضي امتى ده؟ هيقضي امتى الشيخ الهرم الفاني ده؟ يقضي فين بقى ويقضي امتى؟ يبقى طبعا ده عليه ايه؟ واحد مش قادر يصوم عشان راجل كبير في السن، يبقى عليه ايه؟ اطعام فدي. انت قلتوها اهي، عليه اطعام فدي اللي هي الكفارة الصغرى. في بعد كده بقى عندي الاثنين حاء، عندي الحائض والنفساء. طبعا الحائض والنفساء عليها ايه؟ قضاء الايه؟ الايام اللي هي فطرتها بعد رمضان، عليها قضاء، عليها قضاء مش فدية، عليها قضاء. الحائض والنفساء، الحائض والنفساء بتقضي الصيام وما بتقضيش الصلاة. السيدة عائشة بتقول كان يصيبون الأذى على عهد رسول الله، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ان في ناس طبعا متشدده طبعا طلع دلوقتي بتقول او في راي كده متشدد بيقول لا الحائض تقضي الصيام وتقضي ايه وتقضي الصلاه، زي برضو بيقولوا ايه زي الحائض تقضي ايه تصوم تقرا قران والحواديت دي كلها. فدي اختلافات مذهبيه فرعيه يعني. فقلنا الحائض والنفساء حكمهم ايه؟ عليهم ايه؟ طبعا ايه عليهم ايه؟ قضاء. في بعد كده عندي الحامل والمرضع. الحامل والمرضع دي حدوته بقى. الحامل والمرضع عند رأي عند الإمام الشافعي بيقول لو الواحدة هتفطر وهي حامل هتفطر، بتفطري ليه؟ بتفطري عشان خايفة على نفسك ولا خايفة على البيبي ولا خايفة على البيبي وعلى نفسك؟ الإمام الشافعي عنده لو أنت خايفة على البيبي بس هيبقى عليكي قضاء وفدي. فدي يعني إيه؟ هطعم مسكين عن كل يوم إيه فطرته، بس عليكي قضاء برضه، قضاء وفدي. وفي لو كنت خايفة على نفسك وعلى البيبي عليك قضاء بس. طبعا خايفة نفسي وعلى البيبي طبعا كلنا طبعا، فعليك ايه قضاء بس. السؤال بيبقى ايه بقى؟ الوضع بيبقى ازاي؟ دكتورة سوزان انا كنت حامل، دكتورة سوزان السنة دي مش هقدر اسومي دكتور. وطبعا عملية انت ليكي رخصة انك انت تفطري، يعني مش مسألة صاحبتك صامته واختك صامته يبقى انت تقدري تصومي، دي بتختلف من واحدة للتانية يعني. وطبعا حسب رأي الدكتور هو اللي يقولك تصومي. وكتير من الدكاترة يعني في بعض الدكاترة اللي الدكتور بيسيبها مفتوحة عليك يقولك قادرة تصومي صومي، مش قادرة خلاص. في بعض الدكاترة بيأمرك يقولك لا ما تصوميش. ليه؟ لان عندك مثلا افرضي ضغطك واطي، افرضي ضغطك عالي، افرضي البيبي الدم مش وصل له كفايه، حواديت حواديت. فما تاخديش كده ما تبصيش حواليك وتقولي لا انا هصوم العمليه مش عافيه يعني. طيب انا صمت يا دكتور، فطرت السنه دي دكتور سوزان عشان كنت حامل. الف مبروك يا دكتور سوزان. جيت السنه اللي بعديها دكتور سوزان برضع ففطرت برضو، يبقى ادي ايه رمضانين. السنه اللي بعديها دكتور سوزان حامل تاني، الف مبروك يا حبيبتي. والسنه اللي بعديها ايه برضع، يبقى عندي اربع رمضانات يا دكتوره سوزان. السنه اللي بعديها حامل تالت يا دكتوره سوزان، ادي خمس رمضانات يا دكتوره سوزان، خمس رمضانات. السنه اللي بعديها لا ما ايه رضع صناعي ما رضعش مني يا دكتوره سوزان فقدرت اصوم، يبقى عندي خمس رمضانات. خمس رمضانات يعني ايه؟ يعني عندي 150 يوم. يا نهار ابيض يا دكتوره سوزان انت شايفاني عامله ازاي؟ ما اقدرش اصوم يا دكتوره سوزان. تيجي بقى ام حنيفه، ام حنيفه صاحبتك تيجي تقول لك ايه؟ لا مش قادره تصومي خلاص، مش قادره تصومي اختي تعملي ايه؟ تفطري. مش قادره تصومي تعملي فديه، تعملي فديه، اطعمي مسكين وخلاص على كل يوم. يعني اطعمي ايه؟ اطعمي 150 مسكين اهو، عندك 150 يوم يبقى ايه مسكينه كويس، عندك اطعمي 150 يوم. الموضوع ده في منتهى الخطوره،
الموضوع ده في منتهى الخطوره. دكتور اصل والله انا ما قادره اصوم، حتى انا خلفت اثنين بس يا دكتوره سوزان، يعني عندي 80 يوم 80 يوم دكتور، انا مش قادره، انا بقف على رجلي بالعافيه يا دكتوره سوزان، تيجي تقولي لي اصوم؟ انت هتصومي امتى؟ انت هتصوميم امتى؟ هتصوميم امتى؟ بعد ما تشدي حيلك وتخلصي رضاعه وتستردي قوتك، تستردي قوتك بعدين تبتدي ايه تصوم. بس هيخش عليا رمضان تاني ورمضان، وكل ما يخش عليا رمضان افتكر 80 يوم يغمى عليا، مش ممكن هقدر، مش ممكن هقدر، مش ممكن هقدر يا دكتوره سوزان. انت مش هتصومي دلوقتي، هتصومي امتى؟ لما تستردي صحتك تماما، دي هتصومي فيها، هتبتدي تصومي الايام اللي عليكي. وبتصومي تاخديهم ايه؟ خديهم اثنين وخميس، اثنين وخميس عمرك شفت الست زمان؟ دلوقتي في امهات خلف ثلاثه واربعه وخمسه، عمرك شفت واحده عشان خلفت ثلاثه واربعه وخمسه بطلت تصوم خالص؟ بطلت تصوم؟ لا، بيصوموا بيرجعوا طبيعي خالص، وبيصوموا رمضان عادي خالص، بيصوموا رمضان عادي خالص. لكن اللي مرفوض بقى انك انت بتشوفي نفسك لا انا مش هقدر، والله ما هقدر، انت مش هتقدري دلوقتي، دلوقتي انت تعبانه فعلا، استني ما تشدي حيلك، استني ما تشدي حيلك، عدى عليكي رمضان اثنين ثلاثه، ايوه استني استني ما تشدي حيلك، وهتصومي رمضان طبعا بعد كده، هتصومي رمضان، كفايه عليها رمضان يا دكتوره سوزان. الايام اللي فاضله لك من رمضان كنت اثناء الحمل والرضاعه، لا يسقط، لا تسقط عن، لا يسقط عنك القضاء، انت عليك الفديه، لا يسقط عنك القضاء، لا يسقط، لازم تصوميهم، هتصوميهم خدهم اثنين وخميس، اثنين وخميس، وكلنا كلنا العمليه مش مستحيله، بس علمي بس كل اثنين وخميس، اثنين وخميس، يوم عرفه، يوم عاشوره، الناس كلها صايمه، صومي معاهم بنيه ايه؟ بنيه الايام اللي عليك. لكن لا نقبلها، واحده كانت تقول لي انا كنت صمت اربع، فطرت اربع رمضانات عشان كان عندي بنتين كنت برضع وكنت حامل، والست كانت 60 سنه، وبعد كده جت بتقولي بقى عاوز تاخد رخصه، بتقولي دلوقتي انا يعني 60 سنه وبتاع ومش هقدر اصوم، طبعا ال 120 يوم دول مش هقدر اصومهم طبعا دلوقتي عشان انا كبرت وبتاع، عندها 60 سنه فمش هقدر اصومهم. قلت لها حضرتك بتصومي رمضان دلوقتي؟ قالت لي بصوم رمضان، ده بصوم رمضان، ده بصوم رمضان واثنين وخميس ما بفوتش، وبصوم مش عارفه عاشوره، وبصوم مش عارفه الايام البيض، وبصوم. طب لما انت قادره تصومي كل ده ما بتقضيش الايام اللي عليكي ليه؟ اللي بتصومي بتصومي سته من شوال، وبتصوميني مش عارفه ايه، وبتصوميني مش عارفه، كل ده سنه ومكروه انك انت تتطوعي بسنه وعليكي فرض، لان زي ما قلنا الفرض حاجه ثوابه عالي غير السنه. يبقى انت سايبه الفرض وقاعده تصوميه في سنه؟ فارجوكي تخلوا بالكم من الحكايه دي. طبعا العمليه سهله جدا، انت بتقولي واحنا عليكي من صيام 120 يوم او تطلعي فلوس احسن، تطلعي فلوس تاكلي 120 مكان، بيقول لك طبعا اطلع فلوس 120، اطلع اكل 120 احسن بفلوس، طبعا فلوس اسهل جدا طبعا، يعني كلام في منتهى الخطوره. امتى عليكي الحامل والمرضع عليها فديه، ما تصومش بقى، ما عليكش عليها قضاء. امتى؟ لو مش نتيجه الحمل والنتيجه مش يعني نهايه نتيجه الحمل والولاده، او مش نتيجه الحمل والولاده، واحده خلفت وبعد ما خلفت والعياذ بالله عيت عيا لا يرجى شفائه، وما لحقتش تصوم الايام اللي عليها، لان كانت لسه تعبانه ما لحقتش تصوم الايام اللي عليها، يبقى دي اقول لها عليكي ايه؟ عليكي ايه؟ طلعي فدية. الناس تاني بقى الشيطان يخش لك يقول لك ايه؟ بصي ما حدش ضامن عمره. إيه طلعي فدية، طلعي فدية ونخلص بقى. هتطلعي فدية بس هذا لا يسقط من عليكي الايه؟ القضاء. والله اعلم. دي الحائض والنفساء. يبقى كده وفي بقى كده اخر حاجه الجوع والعطش الشديدين. الجوع والعطش الشديدين، دكتوره سوزان الجوع والعطش فعلا، الجو حر وبيقولوا رمضان هتيجي ايام فيه حر قوي، فده ممكن نفطر يا دكتوره سوزان؟ معلش، هو شرط الجوع والعطش الشديدين ايه بقى؟ ايه اللي يعطل حاسه من الحواس؟ هايل فعلا دكتوره سوزان، انا في رمضان لا ارى لا اسمع لا اتكلم لا افهم لا اجمع لا ما بعملش حاجه، ما ببقاش فاهم، ما ببقاش مركزه خالص يا دكتوره سوزان. الجوع والعطش اللي يعطله حاسه من الحواس زي ايه بقى؟ واحد بيشتغل فران في بلاد درجه الحراره فيها 50، او بيشتغل بنا، او وظيفته واقف قدام فرن، او وظيفته بيشتغل في البلاد اللي بسمها درجه الحراره فيها مش عارف توصل ل 55 و60 في الظل دي بقى، دول ما ينفعش يصوموا، دول ما ينفعش يصوموا، لو صاموا دول مش بيشربوهم ميه، دول بيشربوهم محلول جفاف، محلول ملح، علشان ايه؟ ما يقعوش من كتر العرق اللي بيطلعوه. فده بقى لو الجوع والعطش الشديدين لو في عمل مؤقت، يبقى خلاص، يبقى انت ما تصومش رمضان دلوقتي، ولما ترجع بلدك تبقى ايه؟
بيشتغل واحد بيشتغل بعقد. لما ترجع بلدك يبقى اقسم الايام دي، لا ده انا عايش في البلد دي والبلد دي عايش فيها وكده ووظيفتي كده، يبقى ده عليك ايه؟ عليك ايه؟ إيه؟ اطعام على طول، مش هتقدر تصوم، لان لو صمت صحتك ايه؟ هتروح، وما اعرفش اعمل غير الشغلانه دي. يبقى في الحاله دي بقول له ايه؟ بياخد فتوى، مش انا اللي بقول، في الحاله دي المفتي بيفتي له انك انت ايه؟ اطعم ايه؟ مسكين. ليه؟ العذر بتاعك يبقى الجوع والعطش الشديدين. هم دول بسرعه انا كاتبهم لكم في الورق، هم دول الاعذار اللي بتبيح الفطر. ما فيش فيها انا ايه؟ ما بحبش الصيام، لا لا، بورينج، بيبقى بورينج كده، ومش هنقدر نطلع نفطر بره ولا نقدر نتصرح ونصحى مع بعض كده وبتاع، لا لا لا، يعني بتضايق، ما بحبش الصيام قوي. ما فيش عذر كده، ما فيش عذر كده. كده احنا خلصنا الصيام كله، راجعنا كده اساسيات. يا ريت نقرا، نبص مبصه كده في الورق بتاع فقه الصيام، يمكن ربنا يقدر يفيد بيكو حد ويفيد بينا حد. فاضل لنا يمكن مرتين كمان قبل رمضان. في مرة معلش احنا هنقعد نوضب البيوت بتاعتنا، هنوضب مع بعض سوا، وفي مرة تانية معلش لازم هاخدها كلها لإيه؟ لصلاة التراويح، هنتكلم فيها بإذن الله. وبعد كده ايه؟ ربنا يفتح علينا يا رب جميعا، ويهل علينا رمضان بالخير واليوم والبركات. انا اسفه طولت عليكم المره دي، بس اتعشم تقروا الورق وتبصوا فيه، موجود على الموقع. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وعلى صحبه. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واجتمعت على ودك ومعرفتك، فثبت اللهم اقدامها وادم ودها. اللهم اجعل اجتماعنا مرحومه وافتراقنا معصومه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واهدنا واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين بجلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب ويا مقلب القلوب والابصار، يا دليل الحائرين ويا غياث المستغيثين، اغثنا اغثنا اغثنا. اللهم لا تجعل بيننا ضالة الا هديتها، ولا مريضة الا شفيتها، ولا طالبا ولا طالب الا نجحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم اهل علينا رمضان بالخير واليمن والبركات. اللهم اهل علينا رمضان بالخير واليمن والبركات. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يرقى بصيامه، ولا تجعلنا ممن يشقى بصيامه. اللهم أعنا فيه على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات وعلى حب المساكين. اللهم آتنا فيه حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق فيه رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر وثواب ليلة القدر وفضل ليلة القدر. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وبلادنا وبلاد المسلمين وبلاد العالم أمانة في يديك، فأكرمنا برحمة من عندك تكشف بها الغمة وتنهد بها الأمة وترفع بها الوباء وتزيل بها البلاء وتثبت بها الأقدام وترد بها الفتن عنا. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وقيامنا وجميع صالح أعمالنا، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نية التوفيق والنجاح والفلاح والثبات والتفوق والقبول والفتوح، قبول والفتوح والستر والفرج والنصر والنبوغ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. شوفكم إن شاء الله يوم الأحد.